الاحداث، وهو موقف في منتهى الخطورة يجعل مصر دائما مستهدفة، بدليل ما حدث في حكم الإخوان وبيعهم مصر بنصوص واضحة بالدستور وكل من تعاون معهم من أحزاب دينية أو مستقلين. وما نريد أن نوضحه للشعب المصري أن الستار الديني والستار الإسرائيلي الذي تختبئ خلفه الماسونية التي لا تعترف إلا بالمال والثروات، وبالطبع مصر مليئة بالثروات الطبيعية والكنوز، الحضارة التي قامت على الفكر التي يطمع في الاستحواذ عليها إسرائيل والماسونية، مستترين خلف الأحزاب الدينية تحت أي مسمى، وفي النهاية يحكمون الدول العربية بالبروتوكولات حكماء صهيون وليس الشريعة الإسلامية، وتنفيذا للمخطط الأمريكي. ولذلك قمنا بالحملة لحماية مصر ولتوعية الشعب المصري لخطورة الخطورة القادمة والخط الفاصل ما بين الدين والسياسة، لأنه سيتم دفع أموال طائلة من خلال الأحزاب الدينية إذا لم يتم حلها بشراء أصوات انتخابات مجلس الشعب والرئاسة. وللأسف كان ميراث مبارك الفقر والجهل الذي اشترته أموال الإخوان، وسيتم شراء مرة أخرى تحت ستار الدين والفقر بالانتخابات القادمة. طبعا الحملة لها طلبات، ولذلك لابد من تقنين شروط الترشح لمجلس الشعب والرئاسة والوزراء كالآتي: عدم انتمائه فكريا لأي اتجاه متطرف سواء دينيا أو سياسيا، عدم وجود أي أحكام عليه، طلب تقارير أمن الدولة والمخابرات عنه في آخر 3 سنوات، معرفة وإعلان تاريخه الفكري والتربوي والتعليمي والعملي. يجب أن يكون شخص وطني ومصدر ثقة وخارج الشبهات ومعروفة هويته جيدا، وتولى منصب يسمح له بتولي مسؤولية بلد كبير وعريق كمصر. نحن شعب صاحب حضارة، والحضارة هي المعلمة، وزي ما قال جمال عبد الناصر قبل كده الشعب هو القائد والمعلم. طبعا الدستور اللي هما بيحطوه دلوقتي للأسف بعيد عن الهوية المصرية، في كم أخطاء مش هيقبلوا الشعب المصري، بس للأسف طبعا في حاجات كتير قوي مش واضحة. فهدف الحملة ان احنا نوضح ايه اللي بيحصل في الدستور دلوقتي. اولا بالنسبة للدستور، عمل انتخابات الرئاسة قبل انتخابات البرلمان وضع شروط للترشح لهذا المنصب الخطير في المسؤولية، عمل انتخابات برلمانية فردية وليس دوائر وتقسم دوائر صغيرة، سيعرف الناس من سيرشحون دون شراء أصواتهم استبدالا للفكرة الطبيعية. نظام الحكم رئاسي وليس مختلط، لأن المختلط سبب انهيار اقتصاد وأمن أي دولة بسبب شدة الخلافات بين الأحزاب. وأسبانيا ولبنان مثال على ذلك. النظام الرئاسي يؤدي إلى ترابط المجتمع وعدم تفوقه، فنحن ما زلنا في بداية التطور الديمقراطية. تشكيل لجنة جديدة لوضع دستور جديد من 30 أو 20 تقييم قانوني دستوري لرئاسة الانتخابية رحيم درويش، أو تعديل دستور 71 أو 54 وعدم التعديل على دستور 2012 الإخواني، لأنه قائم على بيع مصر بالقانون. وفي الحقيقة دستور الإخوان 140 مادة من 38 مادة قائمة على بيع أرض مصر بالكامل. مراجعة تمويل الأحزاب والجمعيات والجماعات المشهرة والغير مشهرة، وتنفيذ حكم المحكمة بحال تنظيم الإخوان وما ينتج عنه وكل الأحزاب ذات المرجعية الدينية. ثالث حاجة الوزارة الانتقالية، هي المفروض إن احنا عايزين حل الوزارة الموجودة دلوقتي أو تشكيل وزارة جديدة. تكليف الدكتورة فايزة بنجا بتشكيل حكومة جديدة في طريق الشعب المصري.